عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم راح ندير لكم مملحات بعجينة المورقة. هاد المملحات سيدي كورني وندير لهم الحشو تاعهم لاموس وطون. نبدا على بركة الله، وان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير. واش حوالكم مع رمضان؟ ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم يا ربي. نبداو نحلو في العجينه تاعنا. نبداو على بركه الله، نرشو شويه من لافارين هنا هكذا، ما نكتروش بزاف، نحط كذلك شويه هكذا من فوق ونحل العجين تاعنا. خطراش ومن بعد نديروهم شرائح. نحل العجينة تاعنا هي كاملة هكذا، راكم تشوفوا هايديك بعد ما درناها هنايا شرائط. الآن ناخدو المول تاعنا ونبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا نحط العجينة تاعي هنا هكذا، من بعد نثبتها مليح هكذا ونبدا ندور هكذا. ما راكم تشوفوا، ما تخافوش دوروا، لكن حطوا العجينه وحده فوق اختها باش ما يتحللكمش كي يكون يطيب. كما راكم تشوفوا هكذا هكذا. كي تلحقوا لهنا لصقوها مليح. اذا تحبوا تطلعوا حتى الفوق طلعوا، لكن خلوا دائما شويه باش تقدروا تجبدوا المول تاعكم. فوالا هاي اللي كيفاش تجي هاوليك. ومن بعد ضغطوا شويه عليه هكذا فقط هكذا، راكم تشوفوا هاوليك. هنا كذلك راني درت هنا كذلك واحد هاوليك كما راكم تشوفوا. واش نديروا الان؟ نحكموا بخاخه ديروا فيها شويه الماء ورشوا هنايا الورق تاعكم تاع الطبخ. هل العمليه هذه كيفاش يقولوا تساعد لا بات فايتي باش تطلع؟ وستفوها هكذا، حطوه هنايا من تحت. منين ديرتو الغلاق تاعكم خلاص حطوه لتحت هكذا، ستفوه في السنيوة. أنا نكمل كامل الوصفة تاعي هكذا، نديرها كامل في ليمون ومن بعد نرجع لكم. أنا رجعنا باش نديرو لها نديرو الصفا تاع البيض كما راكم تشوفوا هكذا. الصفا تاع البيض حطوا له قطرة تاع الخل، ولا حطوا له زوج قطرات تاع الزيت، زيت عادي هكذا. ديروا من فوق كيما تحبوا، تحبوا ديروا سانوش، تحبوا ديروا جلجلان. هنا الفور انا حديرناه راه يسخن، نحطهم يطيبوا وعسوهم، طيبوهم من تحت ومن بعد شعلوا لهم من فوق يحمروا. انا نكملهم نحطهم يطيبوا وندوزو نديروا لاموس وطون. يا فهاوليك عندنا 3 حبات تاع فرماج، فرماج مثلث، ولا ديروا قطعه تكون يعني نوعيه مليحه. واش ندير هنايا؟ عندي زوج علب تاع الطون تاع الزيت، راني صفيتهم مليح عمليك. هاد العلب صغاره
اذا كانت عندكم علبه هذوك شويه كبار على هادو ديروا علبه فقط تكفي. انا كي هادو ما طوني عندي علب تاعهم صغار لي درت زوج. نرحيهم الان نضيفوا هنا علبه تاع لا كريم فريش. اذا ما عندكمش لا كريم فريش تقدروا ديروا علبه تاع هذاك ياغورت ريجيم بتي سويس هذوك تاع الكاريات اللي يكونوا شويه كبار ديروا علبه في بلاصه لا كريم فريش. هاي ليك نهبط لا كريم فريش تاعي. انا هنايا مانيش رايحه نزيد الملح لان الفرماج فيه الملح الملح عفوا اللي تحب تزيد رشه تاع الملح تزيد رشه تاع الملح. انا فقط رايحه ندير فلفل اسود هذا ما كان. واللي تحب دير شويه ملح دير رشه تاع الملح ورشه تاع فلفل اسود هكذا. الكريمه تاعنا دوك زيت تريح زيت تعقد شويه زيت تعقد. وانتم اذا حبيتوا فرماج اكثر زيدوا ديروا خمس حبات ولا كيما تحبوا. هذا هاي ليك هكذا تجي بنينه وتجي خفيفه تجي ما تقهمش. هاملك الكورني تاعنا بعد ما طابوا شوفوا كيفاش جاوا جاوا ما شاء الله هكذا هاملك نحوهم فاسيلمون خلوهم يبردوا فقط يجوكم سهلين. انا هاد الليمون تاعي خدمو بزاف ماشي راهم خامجين ولا كي جبتهم مسحتهم وحطيتهم في الفور خداو هاد اللون هدايا فوالا هاملي كيفاش جا شوف جا ما شاء الله. دوك نجوزو باش نديرو الشكل النهائي تاعهم شوفوا الداخل كيفاش جا هاوليك هايليك. الان نحطو الكريمه تاعنا هكذا في لابوشا دوي هكذا نعمروها كما راكم تشوفوا هايليك. ونحط فرماج تاعنا هذا الفرماج المبشور هذا فرماج غابي فوالا هكذا بهذه الطريقة هذه هكذا هاي كيفاش جا فوالا. أنا نكمل كامل ديكورني تاعي ونشوفوهم في طبق. أنا رجعنا هاملك ديكورني تاعنا لي صالي كيفاش جاو شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله جاو جاو متحوفين الكريمه لداخل لاموس تاع الطوم تجي روعه تجي خفيفه ما تقهمش. جربوا الوصفه هذه وحبيت فقط نقول لكم بان العجينه المورقه راح تتباع بعشرين ألف فقط. تقدروا يعني ما تخدموهاش في الدار وتجيبوها. انا للامانه ما خدمتهاش شريتها وشتها بعشرين ألف ودير لكم يعني شحال من حبة. واش نقول لكم نقول لكم ما تنسونيش خياتي باللايكات ودعموني لأن صراحة والله القناة راهي بزاف راقدة حتى أني يعني أست وشغل كرهت باش أستمر. وعندي وصفات وحلويات للعيد وأطباق وكامل إن شاء الله يا ربي تعاونوني وتطلع قناتي بكم. واش نقولكم نقولكم شكرا فضلا وليس أمرا. وإلى فيديو آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.